انا قدمت من خلال المستر اسلام جادي، يعني هو ساعدني ان انا اقدم في زفوس وكده، وشكر للمستر ايهاب مبروك لانه هو اللي حفظ لنا الاغنيه وطلعها بالشكل الجميل ده. مين اول ما اكتشف موهبتك؟ انا اكتشفت الموهبه بتاعتي من خلال المدرسه وكده، فماما هي اللي ساعدتني اكتر ان انا اشتغل على نفسي اكتر، والمستر ايهاب مبروك بتشجيعه كده، فهو يعني دعمني اكتر، فانا بشكرهم جدا وبشكر اهلي جدا لانهم هم اللي دعموني، وبشكر العالم العربي كله لانهم هم اللي شجعوني اكتر، لان انا كانت نفسيتي زي الزفت بعد يعني خروجي من البرنامج، وانا اتاثرت جدا بالموقف اللي حصل، فانا بشكر الناس على دعمهم ليا بجد، وشكرا ليهم بجد. يعني ده اثر فيا، بس انا بعدين حسيت بدا ان هم يعني الحمد لله، انا بشكر المدربين طبعا ان هم ما حدش لف لي، لان لو كان من المدربين حد لف لي ما كان زمان اشتهرت بالشهره الحلوه دي. انا اتاثرت بده، بس يعني في ناس مصوره الفيديو ده فبينزلوه دايما. يعني لا انا ما تواصلتش معاهم حقيقه. يعني انا امنيه حياتي اللي انا اغني مع تامر، الفنان الكبير تامر حسني، واتمنى ان انا اكون فنانه كبيره زيه. وجودك النهارده في تكريم تامر حسني انا فرحانه جدا بجد، دي حاجه فرحتني جدا. شكرا. هتقدمي تاني مش عارفه الصراحه، يعني انا مش عارفه يعني ممكن على حسب الظروف، يعني لو انا يعني بقى عندي الجرأة اللي انا اقف تاني، ويعني انا فرحت جدا بوقفتي على المسرح، ودي عطتني ثقة في نفسي اكتر، فانا يعني مبسوطة جدا بجد. يعني لا 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 مفيش حد اتواصل معايا خالص.